وغنديروا من بعد هاد البسبوسه ديالنا نديروا لي بات الغدا للدراري. واخا عندنا لي بات بالخضر المشويه يعني المكرونه اي نوع كيبغيو العيالات يخدموا بها. كناخذوا هذا الكورجيت والدنجال والفلفل الالوان يعني اي نوع كان عندنا من الفلفله كنخدموا به. كنقطعوا هذا الكورجيت والدنجال والفلفله مربعات كندهنوهم بشويه ديال الزيت والبزار والملحه والزعتر. يعني الخضر كورجيت دنجال فلفله اي نوع كان الا كان البروكولي اللي كان عندهم راه كيديروا ليها الطريقه ويدهنوا ويديروا الملحه والبزار والزعتر وكيدخلوه للفران كيتشوى راه واحد نص ساعه دغيا كيتحمروا ونخرجوهم في المقله. كنديروا انا راه خدمت الطريقه والمقادير في نفس الوقت احسن باش ما هذا في المقله كناخذ واحد 500 غرام ديال الكفته مع شويه ديال الزيت حتى كتحمر شويه يعني كتشحر شويه ديك الكفته ديالنا. كنزيدوا بصله مقطعه صغير وشويه ديال الثومه نقولوا درس ديال الثومه ولا جوج كنشحروهم حتى كنشحر ديك البصله حتى هي كتنزل شويه عاد كنزيدوا عصير طماطم يعني مطيشه نقولوا شي سته هكاك ديال المطيشات كنعصروهم وكنصفيوهم وكنزيدوهم على سميتو على المقله ديالنا وشويه ديال هذا طماطم كونسيرف يعني بواط مشات عليا الحب ديال المطيشه مشات الحب تاهي وكنزيدو شويه الملحه والبزار والزعتر صافي. ملي كطيب ديك المقله ديالنا مزيان كتشحر كنخليو فيها شويه ديال لاصوص تكون لاصوص عاقده كنزيدو ديك الخضره ديالنا اللي كنا شوينا كنخلطوها معاها كنكونوا سلقنا لي بات اي نوع كيبغيو السيدات لي بات كنسلقوهم على طريقتهم وكنخلطوهم كلهم مع هاد لاصوص هادي وهاد الخضره. الا بغاوها تكراتينا كيدخلوها الفران كيديروا فوق منها البيشاميل ولا لا كريم فريش والفرماج الا بغاوها تقدم كطبق راه كيقدموها هكاك وكيزينوها بالزيت والكحل مع الفرماج محكوك والزعتر من الفوق كيبغاوها اذا كان زربانين راه غتقدمها هكاك كطبق يعطيك الصحة معناها خفيفة بالخضرة بغاوها كراتيني راه كيزيدوا لا كريم فريش من الفوق والفرماج كيخلطوهم صافي ويزيروها من الفوق. وهذه هما لي بات ديال الخضر المشوية باش يستافدوا الدراري من الخضرة. هادشي اللي كاين فعلا هما بصراحة من تيجيو للمدرسة يعني تيبغيو يعني تيكون فيهم الجوع هذه فرصة أننا نعطيهم بحال هاد الاقتراحات تيكونوا بنان وفي نفس الوقت. أطباق التغيير اللي كندخلوا في غدانا لأولادنا نديروه في الوقت اللي كيجيو جيعانين ماشي شبعانين. اي حاجه درتيها لهم في ذاك الوقت راه كياكلوها وكيتقبلوها بشويه بشويه حتى كياكلوا الخضر وياكلوا كلشي حتى كيوليو يبغيو هذيك الخضره ولا ما هادشي اللي كاين فعلا. هذا عندنا سلاده ديال الرمان الرمان دابا موجود العيالات يستغلوا هذه الفرصه هذه. كناخذوا القرنب كنقطعوه رقيق الخضر العادي ولا ذاك الموف ولا الخضر 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 العادي كنقطعوه رقيق والجزر حتى هو يعني على الكميه اللي كتناسب العائله على حسب الافراد اللي عندهم عينهم ميزانهم. كنديروا هذا الجزر حتى هو محكوك والتفاح حتى هو مقطع صغير والرمان والقرقع ملي كناخذوا داك الكرومب وخيزو كنحكو مزيان يعني كلشي مقطع عندنا مخلط كنزيدو ليهم لاصوص ديال المايونيز والياغورت ياغورت طبيعي وعصير الحامض والعسل والبزار بيض يسمح لي المستمعات عندي نكون بس غير بشويه عليك اي بشويه عليك واخا عندنا صوص المايونيز والياغورت وعصير الحامض والعسل والبزار بيض هادو كلهم كنخلطوهم مع داك الكرومب والجزر واخا وداك الرمان والتفاح وهذا كنخليهم شويه باش بغيناهم يبقاو لينا كخوكو ما بغيناهمش يدبالوا لنا بلا صوص كنخليهم حتى نبغيو نقدموا الطبق عاد كنزيدوا داك الرمان والتفاح والقرقع كنخلطوا كل شيء مع داك المايونيز وكنقدموه في كويسات ونزينوه بالرمان وبالقرقع هذه سلاده رائعه فعلا ودابا الرمان هذا وقته ونستافدوا منه هذا يستافدوا الرمان حتى هو كيتخاد كيسير مع الياغورت مع اي حاجه فعلا كيمشي مع كل شيء سبحان الله العظيم يعني هذيك الفاكهه ايوه هو كل شيء تبارك الله مقبوله بزاف مقبوله الحمد لله
وباقي الاطباق اخرين ان شاء أكيد الله. اكيد ان شاء الله احنا معك اسبوع بالكامل، غير الاربعاء اللي ما غتكونيش معنا ياك. لا لا حتى الاربعاء ان شاء الله. ايوا صافي لقيت الحل. ايوا لا اختك علينا المستمعات راه حنا متحمسين. بارك الله فيك ورحنا نهار ناقص راه يعني في صراحه. لا 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 عندي ما تخافيش. لا لا اختك بارك الله فيك معكم مع المستمعات ديالنا، هذا هو المظنون فيكم. بارك الله فيك، الله يعطيكم الصحه جميعا وتبارك الله عليك العاطفه. مشكوره جدا عاطفه ام نعمه من اكادير اختصاصيه في الطبخ والحلويات، مشكوره.